اليوم ان شاء الله نشكر السي غني المهدي، شرفنا في مدينه وهران وهي مدينه مسرح، ان شاء الله يكون بدا الشي رشيد نكاز اللي هو شرفنا كذلك امور، ونشكرهم على هذه الزياره وعلى هذه الزياره تبقى تاريخيه كما يقول الانسان. احنا اليوم بالاجتماع هذا اللي رانا درناه، اولا كان طلب منا الشعب بلي باه نخرجوا مرشح. احنا اليوم شفنا الوضع من كل الجوانب تاعو، سما شفنا اليوم المحامين اللي خرجوا في عبان رمضان البارح في بعض الولايات تاع المحامين، الطلبه اليوم اللي خرجوا في وهران في بلاص دام اللي خرجوا داروا احتجاجات، حتى في ولايه المنديه تاعي اليوم خرجت الولايه تاع المنديه احتجاجات. ولا حنا قررنا اليوم ما نخرجوش من المصير تاعنا اليوم حتى يوم الجمعه، يوم الجمعه نكونوا كاع اجماليين في العاصمه ان شاء الله، ليبقى هذاك الامور يكون تاريخي، لانها حنا ما نبقوش نخموا على نفوسنا، رانا نخموا الشعب. لا كنا نروحوا باللي ارانب تاع النظام، حنا نروحوا الارانب تاع الشعب اللي راه يستنى فينا يوم الجمعه، لازم يخرجوا دواور ويخرجوا بلديات ويخرجوا دوائر ويخرجوا ولايات، لانها بتكون كما قلت احتجاج سلمي ويكون وكما يقول الانسان، لانها الشعب الجزائري راه باه هذا النظام الفاسد هذا باه يسقط، لازم يكون كاع نكون يوم الجمعه كما يقول اول مارس هذا ان شاء الله يكون افتتاح، يكون ربيعي ان شاء الله، ما يكونش ربيع عربي، يكون ربيع سلمي ويكون تاريخي ويكون كذا. نطلب من الشعب الجزائري راح نوقفوا معاهم، ومن بعد يوم الجمعه ان شاء الله احنا نخموا نخرجوا بقرارات جديده، لانها يا نمار يا نمار من هذا النظام الفاسد، لانه ما نعطولوش الفرصه تاع باه يخدمونا كارانب ويخدموا به الكادر وامور. حنا ان شاء الله نكونوا مساندين للشعب الجزائري الحقيقي اللي كما عطانا صوتنا وعندنا شعبيتنا ودار فينا ثقه، والثقه هذه تكون متبادله وتكون كما يقول الانسان، ما نبقاوش نشوفوا كل واحد يشوف في المرايه تاعو يشوف روحه هو بوغوس، ليش نشوفوا رواحنا باللي حنا تاع شعب جزائري موش تاع نظام وموش اشخاص لامور. حنا طلبنا كاع الطرفين، هذا العلي الغديري اليوم اللي هو سما استدعيناه وكان عطانا الكلمه تاع شرف وكذا، اليوم يفاجئنا بالتياسه ويقول باللي كذا، حنا يبقى في التاريخ تاعو لانه يدخل في المزبله تاع التاريخ، حنا ما قصينا حتى انسان. وهذا سي غني مهدي اللي هو ناضل قريب 15 سنه هو يناضل في هذا النظام، سي كذا. حاجه واحده اللي نذكر بها الشعب الجزائري ونقطه حساسه اللي راهم يقولوا سي غني مهدي ويقولوا سي نقاز رشيد باللي الدستور راه يعاقبهم، انا نقول لهم الوزاره شحال راهم يسكنوا في الجزائر؟ الاربعاء والخميس والجمعه والسبت في, في 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 باريس ولا في لندن ولا في المانيا. احنا هذا علاش رانا نشوفوا؟ رانا نشوفوا فيهم وزير الصحه مرته تزيد كل الخميس يروح للخارج، كي راه يقول لك مقيم اكثر من 10 سنوات، راني نشوف انتوما يا جزائريين اسكو نقاز هذا شحال راه مقيم هنا في الجزائر؟ راه يروح ويجي كما الوزير، راه يروح ويجي. اسكو الوزير سياده ولا مش سياده؟ سياده. الدستور يعاقب ولا ما يعاقبوش؟ لا عاقب نقاز رشيد يعاقب، لا كان يعاقب غني مهدي يعاقب الوزير اللي راه دايرو كذا. وزير المجاهدين يسكن في فرنسا ولا لا؟ هذا هو. لا كان يعاقبوا هادو، نعاقبوا الوزراء تاع السياده كما كانوا دايرين حرقي وزير، كما كانوا دايرين اللي راهم يروحوا ويجوا. انا كيقول لي القانون في الدستور باللي يا خويا هنا شحال راه يروح الوزير لفرنسا وامور كما يقولوا. هذا هو نطالب الشعب الجزائري، حنا نطالبوا الشعب الجزائري تاع الجمعه اللي فات ما عطاتش صدى كما يقول الانسان، نحت لنا شويه من التخويف، نحت لنا شويه من الامور، ونحت لنا من كذا، نعطوا لها صدى كبير. يوم الجمعه لا كنا باللي نديروا تحالف تاع غردايا تاع غني مهدي تاع رشيد تاع سي بكيري مسعود كذا، يكونوا كاع في المرصاد ويكونوا يوم الجمعه اليد في اليد، وحنا اللي مع الشعب كما يقول لك الانسان وكل شيء، نديروا اليد في اليد. وقال هنا من الشعب والى الشعب، من الشعب والى الشعب، لا للقاضي لا للتوريد. الله اكبر. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. سيدي غادي تفضل تفضل. اليوم كان فيه اجتماع سيد غني مهدي، هل خرجتم حقيقه بمترشح توافقي ما بين السبعه المترشحين اللي راهم اليوم في ولايه وهران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اجتماعنا هذا يعتبر كما قال الاستاذ طاهر مسوم تاريخيا، اجتماع المعارضة الحقة التي تحمل احلام الشعب واحلام الشارع وتدافع عنها. التقينا اليوم في هذا المكان الطيب
لنعبر عن استيائنا للانسداد السياسي التي وصلت إليه بلادنا. قضية الترشح من عدمه أظنها ثانوية بالنسبة للمجتمع الجزائري. الشباب الجزائري يتطلع إلى تغيير جذري لمنظومة الحكم في بلادنا. نحن نطالب الشعب الجزائري مرة أخرى أن يخرج للشارع يوم الجمعة، وسوف نكون إلى جانبه بحول الله في العاصمة وفي كل مدن الجزائر، خرجة سلمية تظاهرية راقية حضارية لنقول لا للعهدة الخامسة. وعندما نقول لا للعهدة الخامسة، تعلمون جميعكم أننا نقول لا لشخص واحد، بل لمنظومة حكم برمتها. الجمعة القادمة بحول الله تعالى سوف تكون منعرضا تاريخيا في تاريخ بلادنا، وسيسقط بحول الله الظلم والفساد في بلادنا. ما هي القرارات اللي خرجت بها اليوم؟ هل هي أهم القرارات التي خرجنا بها هي أن نكون إلى جانب الشارع. نحن ننتظر من الشارع أن يقرر، نحن صوته، لأن شعبنا كممت أفواهه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، رأى فينا مخرجا لهذه الأزمة السياسية، وسوف نحاول أن نكون عند حسن ظنه بحول الله تعالى. اليوم ما كاش مترشح توافقي؟ القضية هي مش قضية مترشح توافقي من عدمه. لماذا؟ لأن كل الناس الذين كانوا متواجدون هنا اتفقوا على أمر واحد، هو أن الانسداد السياسي لا يمكن أن يخرج من رحمه حل سياسي في الجزائر. يجب على المجلس الدستوري أن يعلم بأن القرار الآن ليس بيده، أن يقبل ملف كل المترشحين الأحرار، وأن يكون الصندوق هو الفيصل بيننا بحول الله تعالى. شكرا لك. راه يشوف الشعب الجزائري والجزائر ماشي سوريا ماشي ليبيا، وهذه الصوره مليحه اللي رانا نبدلوها للخارج. وحنا نوقفوا مع الشعب الجزائري، مع الشبيبه الجزائريه اللي راهي باغيه التغيير جذري، بهذا النظام الفاسد يخرج يعني بدون عنف على هذا الشيء. ان شاء الله نبدلوها، نسبحوا لهم كاع يعني باه ما يصرالناش كما صرا في وقت العشريه السوداء. ونشكر كاع المترشحين اللي راهم هنايا اليوم، لأنه راهم باغيين يديروا اليد في اليد مع الشعب الجزائري. وإن شاء الله هذه الصورة اللي مش مليحة اللي رانا نبدوها في الخارج مع واحد رئيس لعبية في الكادر، إن شاء الله هذه الصورة نقلعوها ونديروا الناس اللي يبغوا الخير للبلاد ويخدموا اليد في اليد. وإن شاء الله لو كان ندوها نديروا حكومة يعني مع كاع هاد الناس اللي يبغوا الخير للبلاد من 48 ولاية بحول الله، باه نخبوا على مسرح الوطن مسرح الشبيبة الجزائرية. سيد راشد مقياس، اليوم أهم القرارات اللي خرجتوا بها أنكم تروحوا للجزائر العاصمة توقفوا وقفة سلمية مع الشعب الجزائري. ثاني ممكن في حالة ما أنه النظام ما رشحش الرئيس بوتفليقة أو رئيس أو مترشح آخر، شكون هو المترشح اللي ممكن توافقي ما بيناتكم أنتم السبعة اللي كنتوا اليوم في الوقت؟ اليوم سمعنا باللي هذا النظام بغى يرشح الرئيس بوتفليقة لو 3 مارس إن شاء الله. لازم نستناو لو 3 مارس لو كان الرئيس بوتفليقة يترشح ولا لا. علاه نتقلقوا؟ حنا ما نتقلقوش، حنا رانا نتبعوا في لاجندا تاع النظام. لو كان يستعقل شويه وما يرشحش الرئيس بوتفليقة، ان شاء الله على بالكم هذا عرس ديمقراطي. بصح لو كان النظام رشح رئيس بوتفليقة لو 3 مارس، هذاك النهار يديروا وقفه سلميه امام المجلس الدستوري وتبينوا قدام الشعب الجزائري كامل وقدام العالم كامل باللي الشعب الجزائري ومترشحين الجزائريين لا يقبلوا باللي واحد كادر يمثل الشعب الجزائري ويمثل الجزائر. شكرا لكم.